رجعنا لكم مرة تانية، وفي الفقرة دي هنتكلم عن مشروع مصور الناس كلها اتكلمت عنه في الفترة الأخيرة، وهو كان بيوثق الأماكن التاريخية والأثرية وخصوصا اللي موجودة على العملات الورقية في مصر، وتخيلوا إيه بقى كمان في الأماكن الحقيقية لها. طبعا المصور عمل ضجة كبيرة جدا، الناس كلها اتكلمت عن الموضوع ده لأنها فكرة جديدة من نوعها. مين بقى المصور ده؟ هو شاب اسمه بشوي فايز، ابتكر فكرة جديدة جدا في التصوير بحاجة اسمها عدسة عين السمكة. دي عدسة بتبقى موجودة في الكاميرا، واحنا هنعرف منه التفاصيل دي كلها طبعا. بس هو مش عايز يعمل الموضوع ده في مصر بس، هو كمان عايز يطلع برا ويعمل كده في بلاد تانية كتيرة جدا. خلوني الاول ارحب بشوي فايز، هو منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا بشوي. عامل ايه بشوي؟ ايه الاخبار؟ انا زي الفل. ايه الشغل الحلو ده؟ حاجه جامده جدا، وانا عن نفسي انبهرت بالموضوع. يعني انا شفت دايما بنبص على الفلوس يا جماعه كده. طبعا اماكن اثريه موجوده عليها، ما بناخدش بالنا هي الاماكن دي اسمها ايه او موجوده فين. انت عرفتنا الاماكن دي موجوده فين واسمها ايه. في البدايه كده الموضوع جه معاك ازاي وعرفنا بمشروعك؟ بدأته امتى؟ الفكرة ان انا بصور مثلا بقالي 10 سنين. تمام. ودايما طول الوقت عاوز اصور حاجة مختلفة، يعني حاجة توصل الفكرة، وكمان مع الصورة يبقى في حكاية الناس تعرف المكان. هي. فجبت العدسة اللي هي الفيش اي او عدسة عين السمكة، هي دي اللي بتجيب منظور بانورامي 180 درجة يمين وشمال وفوق وتحت. تمام. بيبقى منظور مختلف. وقلت ان انا يعني هبتدي بمشروع اللي هو مشروع مصر بعين السمكه، ان انا الف مصر كلها واروح الاماكن المعروفه والمش معروفه. واحنا عندنا يعني عندنا محميات كتيره طبيعيه في مصر، اماكن جميله جدا. 30 محميه من الاماكن الرائعه الجمال، يعني ادعو كل المصريين ان هم يقدروا يروحوا هناك. وانا في السكه كده قلت طيب ما انا اعمل حاجه مختلفه، اعمل حاجه بره الصندوق.